تتشيع معنا تتشيع تدخل في الشيء تشيع؟ نعم كيف تشيع؟ تقع شيعي يا كلبي بنت احنا خلي لا كلام وريض لا هذا يعتبر من انت عارف من هذا المواضيع انا لحظه ما يا مخرج هذا من هذا بسير بسير بيطلق قالت شيء يا مخرج الله عليك وعلى بسير الرقم هذا يا مخرج ابن يا مخرج الله لا وفقك يا انا قصدي الله لا يا وفقك يا مخرج يا مخرج انت بتفهمني يا مخرج انا اقوم انا اطفي اقوم اطفي انا اقوم اطفي الله اقوم انا أقوم أطفي أنا. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن معك برنامج يدك في قلوبنا وقل هدايتك إلى التشيع بدايتك. سابع تغداوا تغداوا. تغديت. الله لا وفقك. لا لا ليس غداء هذا نحن ندعوك تقريبا. يا مخرج تقريبا لا احنا ندعوك الى التشيع الله يوفقك صلي على ال محمد اللهم صلي على ال محمد يا مخرج انت تراني هل تراني هل ترى هذا ال... ما تسمعني ولا انا قاعد ابعث لك رساله من تلفون محمد نازل قلت لك اشترى له صاله تقول له يزقع زقيع اها يزقع زقيع ان شاء الله نريد ان هل تسمعني نريدك أن تتشيع معنا وتدخل إلى الجنة أينه؟ الجنة تشيع منو؟ أنت مالي تتشيع ألو ألو الله على تسمعني ألو تفضل أيوة ما قلت الآن أسمعك أش تسمعني هل تسمعني من أول؟ لا الآن تمام هل تتشيع معنا تتشيع تدخل في الشيء أتشيع؟ نعم كيف أتشيع؟ تقع شيعي الله عليك يا كلبي احنا خلي لا تلفوني لا هذا يعتبر من انت عارف من هذا المواضيع انا لحظه يا مخرج هذا من هذا بسير بسير بيطلق قالت شيء يا مخرج الله عليك وعلى بسير الرقم هذا يا مخرج ابن يا مخرج الله لا وفقك يا انا قصدي الله لا يا وفقك يا مخرج يا مخرج انت بتفهمني يا مخرج الحين انا اقوم انا اطفي اقوم اطفي انا اقوم اطفي الله اقوم انا اقوم اطفي انا وهذا والكل احذفوا هذا الاتصال يلا ومعنا اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام نحن برنامج هدايتك الى الاسلام والى الجنه كيف ما قلك التشيع اليوم الاتصالات كلها لليمن الله لا وفقك يا مخرج اخذك مال التشبع التشيع ماله نشتي نخليكم تتشيعوا هذه في اليمن كيف؟ التشيع ماله؟ نريدك أن تتشيع معنا أتشيع معاكم؟ الله لا قل علي هو نحن نتناقش نريدك أن تؤمن تناقشني بإيش؟ بالولاية وبالإمامة وبال الله الله لا شيعي الله لا قل علي خلاص يعني الله. طامعي قرية قادش يدوب الزواء خلاص يعني تشيني رجع لكم نفسي مثلكم يا حمير يا بني الحمير خلاص يا رجع أجلد ظهري خلاص خلاص يا مخرج خلاص يا مخرج ايش يكون يا مخرج هذا يكون اخر اتصال ذي عجي اذا سبر حاول انك تخرج هكذا لا تكون تنبعنا لليمن